مساء الخير مشاهدينا ومشاهدي قناه الحياه، برحب بحضراتكم في فقره جديده من برنامجكم طبيب الحياه. ضعف النظر وامراض الشبكيه في العين بتكون من اخطر الامراض اللي بتكون في العين، بسبب مشاكل كتير جدا، بيكون ليها تاثير من مرض السكر، يعني السكر بياثر على العين بشكل عام، الناس مش عارفه السبب ايه، مش قادرين يتعاملوا مع السكر او يتعاملوا معاه زي ما قلنا كتير قبل كده ان هو اسلوب حياه، فخلاص لازم نتعامل مع مرض السكر، بيتم الإهمال فبالتالي بيأثر على العين، وللأسف ما بيكونوش رابطين بين الاتنين وبعض، وبيسبب ده في الآخر لا قدر الله لفقدان في البصر يا أحمد، وبرضه مش قادرين يحددوا إن ده من مرض السكر. الحقيقة رنا، الاهتمام بالسكر مش الاهتمام بمرض السكر بس، من الحاجات المهمة جدا هو الاهتمام بشبكية العين، لأن مرض السكر حتى لو كان مظبوط ليه تأثير دايركت ومباشر على شبكية العين. عاوزين نتكلم النهاردة بالتفصيل إزاي شبكية العين ممكن تتأثر بمرض السكر، وإيه المستقبل بتاع الحقن الدوائي اللي حقق طفرة كبيرة جدا في علاج الموضوع ده. خلينا نتكلم بالتفصيل ونرحب بضيفنا اللي منورنا، القيمه العلميه الكبيره في طب وجراحه العيون، الدكتور عمر براده، دكتوراه طب وجراحه العيون جامعه القاهره الاصل العيني، زميل الكليه الملكيه لطب وجراحه العيون بلندن، زميل البورد الاوروبي لطب وجراحه العيون بباريس، زميل معهد الجراحات الدقيقه للعين ببرشلونه. منورنا دكتور عمر. منورك يا احمد، متشكر. وحشتنا جدا. وحشتنا جدا، خصوصا انت غبت عننا فتره كتير جدا، عارفين انت يعني مشغول بالمؤتمرات الدوليه، بس برضه يعني مفتقدينك الفتره. يعني لما تسافر نيجي لك المطار ناخدك، يعني مفيش مشكله، بس يعني سافر وحطنا في الجدول او ياخدنا معاه بره. او خدنا معاك، انتوا تيجوا معايا اي مكان. ربنا يخليك يا دكتور. منورنا دكتور. مسيرا دكتور، في البدايه عايزين نعرف ونعرف المشاهدين تاثير مرض السكر على العين، يمكن زي ما قال احمد ليه تاثير مباشر، مع الاهمال بيبقى ليه تاثير مباشر ومضاعف وبشكل وحش جدا. هي انا برضو هشرح كالعاده في بدايه الفقرات على ايه هو مرض السكر. تمام. مرض السكر ده مرض مزمن، المشكله الاساسيه فيه ان هو بيبقى فيه نقص في الهرمون اللي بنسميه الانسولين، اللي مسؤول انه يدخل السكريات اللي هي الوحده الحراريه اللي كل الجسم بيحتاجها عشان يعرف انه يشوف شغله بشكل مظبوط، من جوه بيطلعها او يدخلها من الشعيرات الدمويه او الاوعيه الدمويه لداخل الخليه. فاللي بيحصل ان السكر بيتراكم جوه الشعيرات الدمويه، جوه الدم بالظبط، وده بيسبب او بيؤدي ان الشعيرات الدمويه او الاوعيه الدمويه دي انها تبوظ، يبتدي ياثر على عده اعضاء في الجسم، اهمها العين والاعصاب والكلى والجسم كله الحقيقه. وفي نوعين من مرض السكر، في مرض، في النوع الاولاني اللي هو الوراثي، ده بيجي في الاطفال في السن الصغير، وفي تاني بيبقى مكتسب، ده بيجي في سن متقدم شويه في الاربعينات او الخمسينات. وفي كلتا الحالتين النتيجه النهائيه هو انه بيأثر على الجسم كله، وطبعا النهارده احنا هنركز في الجزئيه بتاعت العين. بالظبط. تاثيره على شبكيه العين ده بيبقى ازاي بالظبط؟ هي الشبكيه برضو، الشبكيه ده اهم نسيج عندنا في جوه العين، هو ده النسيج اللي مسؤول عن الرؤيه. يعني كل العين بكل الاجزاء بتاعتها بتخدم على نسيج الشبكيه ده عشان نعرف ان احنا نشوف الدنيا كلها. اللي بيحصل انه زي الصوره اللي معانا دي يا دكتور؟ بالظبط، ده دي صوره توضيحيه للعين كلها. الشبكيه هو النسيج اللي احنا بنتكلم عليه، هو النسيج الاحمر اللي مبطن العين من الداخل، واللي هو اللي بيلقط الضوء ويخلينا نعرف ان احنا نشوف. بيلقط الصوره كلها. بيلقط الصوره كلها. تمام. فالنسيج ده لو باظ نتيجه اي شيء ومن ضمنهم مرض السكر، حده الابصار عند المريض بتتاثر بشده. هنا برضو تأثر الشبكيه، هنا عشان تأثر الاوعيه الدمويه بتاعت الشبكيه. بالظبط، هو الشعيرات الدمويه اللي موجوده الدقيقه خالص اللي في نسيج الشبكيه بتبوظ، ويبتدي ان المكونات اللي موجوده في الدم انها تطلع من جوه الشعيرات الدمويه الى نسيج الشبكيه نفسه وتبوظ هذا النسيج، وده يترجم الى المريض يشعر بايه بقى؟ يشعر بايه المريض؟ هنا مريض عنده سكر وبدا يتاثر الشبكيه، ايه شعوره؟ المريض، هي المشكله في السكر ان هو مرض دمه تقيل جدا الحقيقه. دي صوره برضه يا دكتور، ايه الصوره؟ يعني بتوضح ايه؟ دي صوره بتوضح بعض التغيرات اللي بتحصل. احنا قلنا ان احنا عارفين ان الدم مكون من من كرات الدم الحمراء، مكون من دهون ومن بلازما، واللي بيحصل ان الجدار بتاع الشعيرات ده يبتدي ان هو يبوظ نتيجه تراكم السكر جواه، ويبتدي ان الدم نفسه والبلازما والدهون انها تترسب جوه النسيج الشبكيه وتخليه يبوظ. يعني تطلع من الوعاء الدموي، تطلع من الشريان. بالظبط، وده اللي بنسميه ارتشاح او تورم في نسيج الشبكيه، واحيانا ممكن يؤدي الى نزيف في نسيج الشبكيه وفي التجويف اللي موجود في الجزء الخلفي من العين، بنسميه الجسم الزجاجي، دي في المراحل المتاخره خالص. بس المريض السكر بيبتدي يحس بالتأثير السكر على عينه بالتدريج، وهي دي المشكله.
لانه لو حصلت مشكله في وقت قصير جدا العين ممكن ان هو ياخد باله منها، ولكن التغيرات البسيطة الصغيرة اللي بتحصل على مدى سنوات طويلة ممكن العيان اللي مش مركز والعيان اللي مش بيتابع ما يحسش بالتغيرات دي لحد ما بنوصل لمراحل متأخرة سيئة صعبة في العلاج الحقيقة. اللي هو بيحس بيه، بيحس أولا أن حدة الإبصار، قدرته أن يرى الأشياء ما بقتش زي الأول. يعني يقول لك وانا راكب العربيه او انا سايق مش عارف اشوف اليوفط اللي بعيد عني، مش قادر يحدد تفاصيل زي الصوره دي كده، دي العتامه موجوده كده بالظبط. هو بيحصل زغلله في العين ويحس ان في حتت من الصوره وقع مسوده. ده نتيجه النسيج نفسه ما عادش زي الاول بالظبط، ده نتيجه الارتشاح او التورم الموجود في اجزاء من النسيج الشبكيه. وطبعا لما زي ما قلنا لما يوصل للمراحل المتاخره ويحصل نزيف، ده طبعا العيان بيفقد بصره، يعني بيحس ان هو في لحظه كان بيشوف بالعين واللحظه اللي بعديها مش عارف انه يشوف بالعين. طبعا احنا ما بنتمناش ابدا ان احنا العيانين يجوا لنا في المراحل المتاخره دي، وان هم يختبروا نفسهم في البيت، ان هو يغمض عينه الثانيه ويشوف لو في حاجه جزء من الصوره واقع او مزغلل، يعرف ان ده ممكن يكون نتيجه السكر اللي هو بيعاني منه. يعني المريض لو عنده سكر فلازم دايما يكون رابط ما بين مرض السكر واي حاجه في عينيه. طبعا ده بالتاكيد. تمام. طيب ندخل على طرق العلاج، يعني احنا اتكلمنا المريض بيحس بايه او الاعراض بتكون ازاي، ازاي بقى هيتعالج؟ ازاي هيتعالج؟ طبعا الوقايه خير من العلاج. طبعا. المفروض ان مريض السكر ده ان هو يعود نفسه من وقت ما بيتشخص ان هو عنده سكر، ان كان النوع الاول اللي احنا قلنا عليه اللي هو بيجي في سن صغير او المكتسب اللي بيجي في سن متاخر. تمام. بان هو يتابع مع دكتور العيون بتاعه بشكل دوري. لانه التغيرات اللي بتحصل دي لما بنلقطها بدري بنعرف نعالجها، دلوقتي في 2017 بنعالجها بطرق كويسه خالص الحقيقه. ايه هي الطرق دي؟ الجديد هو الحقن الدوائي، وده هنتكلم فيه بالتفصيل. العلاج الكلاسيكي اللي لسه بيلعب دور احيانا في علاج الاعتلال الشبكي السكري هو الارجن ليزر او علاج الشبكيه بالليزر. وده بنستخدمه في الحقيقه في المراحل المتاخره شويه عشان نمنع حدوث هذا النزيف. احيانا لو العيان بيجي لنا، وده بنشوفه الحقيقه في مصر كتير، ان العيان كتير ما بيكونش عنده فكره او ما عندوش وعي طبي كافي ان هو يروح للدكتور بتاعه ويقول لنا بعد ما النزيف اللي هو متخيل ان العين لازم تقف خالص عشان يبتدي يروح للدكتور. هو فاكر ان هو لما بيكبر في السن ان من الطبيعي ان نظره يضعف شويه تضعف. دي مش حقيقه، طالما ان كل الاجزاء بتاعه العين شغاله ما فيهاش مش مصابه باي نوع من اي مرض من الامراض اللي بتصيب العين، يقدر العيان انه يشوف 6 على 6 لحد ما يتم 100 سنه. فموضوع مش انا كبرت وانا سني كبر فده طبيعي، لا، العين بتشتغل بكل كفاءه لحد اخر يوم طالما انت مهتم، طالما انت مهتم وبتتابع مع الدكتور بتاعك. تمام. المراحل المتاخره بقى لو حصل نزيف وهكذا بنحتاج ان احنا نلجا الى جراحات معقده جدا، حاجه اسمها استئصال الجسم الزجاجي او فيتراكتومي، ودي الحقيقه احنا ما بنحبش ان احنا نوصل لها، ان حتى مع بعد اجراء العمليه النتائج من حيث حده الابصار مش مرضيه للعيان بتاعنا. فدايما نحاول نعالج بدري بان احنا نتابع مع الدكتور بتاعنا عشان نعرف حتى لو السكر مظبوط يا دكتور. حتى لو السكر مظبوط، وهي دي الفكره، ان حتى لو السكر مظبوط، وتظبيط السكر مش صعب، هو يعتمد على تظبيط اكل مش ان انا ما اكلش. مريض السكر لازم ياكل 5 وجبات في اليوم بس طقات صغيره، ويمتنع عن اكلات معينه، ويظبط مع الدكتور السكر بتاعه الجرعات اللي هو محتاجها عشان مستوى السكر يفضل ثابت، ما يحصلش اي نوع من التذبذب في مستوى السكر في الدم، ان التذبذب ده هو اللي بيبوظ الشعيرات الدمويه اللي احنا بنتكلم عليها. تمام. الحقن الدوائي بقى حقق طفره كبيره جدا جدا، وبيشكل يمكن عامل كبير او جزء كبير جدا من علاج مشاكل الشبكيه مع مرض السكر. ايه التطور اللي حصل فيه يا دكتور؟ المجتمع الطبي في العالم كله الحقيقه في ال 10 15 سنه اللي فاتت دول ركز تركيزه كله في الحقن الدوائي، لانه الحقن الدوائي ده هي الوسيله الوحيده اللي عندنا في 2017 ان احنا نحافظ على حده ابصار 6 على 6 عند مرضى السكر. اللي بيحصل ايه؟ في البدايه قبل ما بنخش في المراحل المتاخره احنا قلنا الشعيرات دي بتتاثر، يبتدي مركز الابصار اللي هو الجزء الاساسي بتاع الشبكيه انه يحصل فيه التورم او الارتشاح، والارتشاح ده هو اللي بيؤدي الى الزغلله. الارتشاح او التورم ده لو ما اتعالجش من البدايه، التورم ده بيسبب ان نسيج الشبكيه ان هو يحصل فيه ضمور.
واللي بيضمر منه ما بنقدرش ان احنا نسترجعه مره اخرى، ما ينفعش يرجعه تاني خلاص. فلازم نعالج الارتشاح ده بصفه بطريقه قويه جدا، بطريقه مباشره جدا وبسرعه. الحقن الدوائي ايه؟ الناس تقول لك حقن، ناخد حقنه في عينينا يا دكتور. ايوه، لكن الحقنه دي ارفع من شعره الراس، ان هي ما بتحتاجش اي نوع من البنج ان انت تاخدها، ان العيان ما بيحسش بيها. يمكن زي كده يا دكتور باين قوي، هي مش باينه اساسا في الصوره من كتر ما هي رفيعه. هي رفيعه جدا ومفيش اي نوع من الم اثناء الحقنه دي. طبعا بنعملها في اجواء معقمه والعيان صاحي، والعيان صاحي. واول ما بنلقط او بنكتشف الارتشاح ده، لازم المريض ان هو يبتدي على الحقن دي. والحقن دي بتتاخد بشكل معين، هي بتاخد 3 جرعات الاول، ما بين الجرعه والثانيه تبقى مسافه شهر، دي بنسميها جرعات تحميل او لودنج دوزز. بعد كده على حسب استجابه الشبكيه للحقن، لما بنوقف لما بنكمل. بس في كل الاحوال انا بقول لعياني سكر عند حضرتك بقاله 10 سنوات او 20 سنه، مش هقدر اعالج مشاكل الشبكيه بتاعت حضرتك في يوم او في اسبوع. انا بحتاج من حضرتك سنه من المتابعه الشهريه. بنشوف، بنبتدي على العلاج الدوائي او الحقن الدوائي بتاعنا، اللي العيان بيحس بالنتيجه بتاعته من اول حقنه. النظر بيتحسن على طول، بيتحسن من اول حقنه، من اول حقنه، ويستمر في التحسن. ان لو المريض التزم بالكشوفات بتاعته عندنا ومتابعات مع الدكتور بتاعه، بنقدر ان احنا نرجع نظره لستة ستة، ونقدر ان احنا نحافظ على الشبكيه بتاعته عمره كله. هل بعد الحقن يقدر يروح شغله؟ تاني يوم مباشرة، تاني يوم ما بنغطيش العين، العيان بيحط اطراف عينه لمدة 2 3 أيام، بيقدر ان هو يمارس حياته كلها بشكل طبيعي من تاني يوم على طول. ومدة الحقن نفسها قليلة يعني؟ الحقنة بتاخد 5 دقايق. 5 دقايق من اول ما بنعقم وبنجهز العيان وبناخد الحقنة، الموضوع كله 5 دقايق، الموضوع مش صعب خالص. وتاني باكد على المشاهدين ان هي مش حاجه مؤلمه، انا عارف الناس بتخاف، في خوف عند يعني الحقنه من في العين، فالخوف بيبقى نابع من هنا يعني. هي زي ما قلت لك، هي رفيعه الى درجه ان هي مش محتاجه بنج من كتر ما هي رفيعه. هي بتقفل الشرايين يا دكتور؟ الشعيرات الدمويه اللي باظت من السكر، هي بتعمل ايه الحقنه؟ بالظبط، هي بتقوي جداره، وهي بتساعد الشبكيه انها تمتص التورم او الرشح اللي موجود فيها ده، فترجع الشبكيه لشكلها الطبيعي، وده اللي ده بيترجم الى التحسن في حده الابصار. يعني بتصلح حاجتين، على الشبكيه نفسها وعلى الشعيرات الدمويه كمان. بالظبط كده. ولكن دكتور الحقن الدوائي ده عشان نوضح مشاهدين اكتر، لازم يكون في البدايه صح؟ بالظبط. بالظبط، يعني مع التشخيص المبكر مع العلاج المبكر. هو بيستخدم في جميع الاحوال في كل مراحل المرض. تمام. ولكن النتائج المبهره اللي احنا نقدر اللي مشجعانا، ونقدر ان احنا نوعد عياننا بحده ابصار كويسه جدا بعد العلاج، لما العيان بيجي لنا في البدايه وبيلتزم بالمتابعات بتاعته وبالحقن اللي بياخدها دي لضمان احسن النتائج. هنا انا ممكن ادمج الاثنين؟ هل ممكن عيان ممكن يحتاج الاثنين، الحقن الدوائي والليزر؟ بالظبط، ممكن احيانا في مراحل معينه احنا بنعمل شويه فحوصات قبل ما بنبتدي العلاج بتاعنا، وعلى حسب التغيرات اللي احنا بنلاقيها في الشبكيه، يا اما بنبتدي بالحقن فقط، يا اما الحقن ومعاه برضو جلسات ليزر لعلاج الشبكيه. ده على مدار بقى متابعات على مدار السنه زي ما حضرتك قلت مثلا. هي بتبقى بدايه علاقه ما بين الطبيب وما بين المريض، وواحد لازم يهتم ان هو يشرح كل حاجه لعيانينه بشكل واضح، عشان العيان يبقى عارف ايه هي خطه العلاج اللي احنا حاطينها. يبقى عارف ايه هو اللي يتوقعه، هيتابع ازاي، ايه اللي هو محتاج يعمله، عشان خاطر نعرف ان احنا نعدي بيه لبر الامان، ونعرف ان احنا نعمله او نحافظ على نظره طول العمر. هي ليها تقسيم يا دكتور؟ يعني مراحل تاثير السكر على الشبكيه. يعني انا فهمت كده ان شعيره دمويه بتبقى فيها ارتشاحات، تبدا تطلع الدم ده موجود بره على الشبكيه. هل ليها مراحل؟ يعني هل بيختلف من عيان للتاني؟ بالظبط. هو زي ما قلنا ان السكر بيأثر على العين بالتدريج. في البدايه في مرحله اسمها بيبقى اعتلال الشبكي الغير تكاثري او التكاثري، خلاص. فالفرق ما بينهم ايه؟ ان هو المرحله الثانيه دي بيحصل ان في شعيرات دمويه بتتكون على سطح العين. الشعيرات الدمويه دي هي اللي شعيرات دمويه غير طبيعيه، عشان بس جديده، يعني جديده جديده. دي الجدار بتاعها بيبقى ضعيف الى درجه ان هي دي اللي بيحصل منها نزيف، نزيف شديد جدا جوه الجسم الزجاجي اللي هو التجويف بتاع العين، وده بيسبب انخفاض حاد في حده الابصار. في نفس الوقت الارتشاح ده لما بيصيب مركز الابصار اللي هو الجزء اللي احنا بنعتمد عليه في الرؤيه، هو ده اللي بيسبب الزغلله والبقع السوداء في الصوره اللي احنا كنا وريناها للمشاهدين من شويه. وفي كل المراحل دي نقدر نستخدم الحقن الدوائي، وفي المراحل المتاخره اكتر شويه بنستخدم الليزر، والمراحل المتاخره قوي الحل الجراحي. الحل الجراحي اللي احنا مش عايزين ابدا ان احنا نوصل له مع عياننا. يعني اول حاجه، يعني اول حاجه يبتدي يشتكي منها، لان انا عايز النقطه دي مهمه جدا لمرضى السكر. اول حاجه يعني واحد في بدايه خالص هيحس بايه؟
هياخد باله من حاجتين، هياخد باله من ان هو حتى لو هو بيلبس نظاره، ان يعني كان نظاره مسافات او نظاره قرايه، هلاقي ان حده الابصار بتاعته مش زي الاول. قاعد بيتفرج على التلفزيون مش عارف يقرا النشره الاخباريه مثلا، قاعد بيقرا في الكتاب بتاعه حاسس ان الخطوط معوجه او معرجه ومش عارف او إن الكلام هو سايح. دايما دكتور الشاكو بتقول انا حاسس ان الكلام سايح، الكلام سايح. دي كلها اعراض اوليه في بدايه الاعتلال الشبكي السكري او الارتشاح اللي بيحصل في مركز الابصار. ولازم مريض السكر ان يعود نفسه ان شاء الله مره في الاسبوع يوم الجمعه وهو قاعد في البيت ان هو يختبر نظر، يغمض عين ويغمض العين الثانيه ويشوف لو في اي مشاكل او في اي تغيير حصل في حده الابصار. والاهم من ذلك ان هو يعود نفسه ان شاء الله مره في السنه من يوم ما يتشخص بمرض السكر زياره لدكتور العين. زياره بتاخد تلت ساعه، نعرف نبص على الشبكيه، نعرف ان احنا نقيس نظر، نعرف ان احنا نشوف ايه اللي احنا محتاجين نعمله. لو ما فيش اي حاجه بنقول لعيالنا تعالى لنا بعد سنه، لو لقينا ان في اي تغيرات نعرف نعالج على طول، نعرف ان احنا نحافظ على الشبكيه والدنيا كلها. بالظبط. طيب هو ممكن دكتور مرض السكر ياثر على شبكيه العينتين ولا ممكن عين وعين؟ هو دايما بيأثر على شبكيه العينتين، ولكن ممكن يبقى في فرق ما بين مدى تأثر الشبكيه بتاعت العين دي عن العين الثانيه. ولكن عشان هو مرض بيسيب الجسم كله ومرض مزمن، فهو بالضروره ان هو يأثر على العينتين الحقيقه. هل حصل تطور في فكره الماده نفسها اللي بتحقن؟ هل حصل على مدار الفتره اللي الحقن الدوائي؟ انت حضرتك بتقول انه شكل طفره في علاج اعتلال الشبكيه ومشاكل الشبكيه، هل في تطور للماده نفسها اللي بتتحقن؟ طبعا ده اللي بيسموه بايو انجينيرنج. بايو انجينيرنج ده يعني ده بحث علمي بيجرى في العالم كله، بيصرفوا عليه بلايين الدولارات عشان يطوروا الموليكيولا اللي احنا بنحقنها جوه العين. موليكيولا دي معقده الى درجه كبيره جدا، وحصل تطور بالفعل على مدى الكام سنه اللي فاتوا دول. ابتدينا بحقنه اسمها الافاستين، دي كانوا بيستخدموها اولا في الاول لعلاج السرطان. وبعد كده لقوا انها الناس اللي كانوا بياخدوها للسرطان وعندهم سكر ان نظرهم بيتحسن. فطوروا من الموليكيولا وعملوها كده يعني. بالظبط، طوروها الموليكيولا ثانيه اسمها اللوسانتس، كويسه جدا. واخر التطورات هي حاجه اسمها ايليا، دي ما بلاهاش كتير في العالم كله. والحقيقه النتائج بتاعت كل واحده من الحقن دي في تحسن مستمر، وانا متاكد ان في العشر سنين اللي جايين دول هيستمروا في التطور لحد ما فعلا نعرف نعالج العين ونحافظ على نظر عيانينا بشكل كويس خالص. يعني ممكن يتوصلوا ان يكون الحقن مره واحده مش مثلا ثلاث مرات بين كل مره ومره شهر؟ هم اللي بيحاولوا يعملوه ان هم بيحاولوا يعملوا دلوقتي جهاز صغير بيحقن جوه العين ويقعد يفرز المادة الفعالة دي على مدار 6 أشهر. جميل. ولكن لسه الدواء ده مش متاح يعني. لسه مش متاح. هي موجودة في طور البحث يعني. هي في البحث، هم شغالين عليها وإن شاء الله هتبقى موجودة لعينينا في وقت قريب إن شاء هل الله. في مسكن أثناء الحقن الدوائي؟ هل بيتحط فيه مسكن في العين؟ بنحط قطرة بينج عشان بس تنمل سطح العين، وزي ما قلت لحضرتك العين ما بيحسش بالشكه نفسها يعني كتير من العين. بس هو صاحي، ممكن لو حضرتك بتتكلم معاه هيتكلم عادي يعني. بتكلم معاه. تمام. طيب في اي توصيات بعد الحقن؟ الحقيقه هي القطره اللي هي المضاد الحيوي اللي بنحطها لمده كام يوم. ولكن انا بقول لعياني ان هو يمارس حياته بشكل طبيعي، يرجع البيت يتفرج على التلفزيون، يغسل وشه بميه وصابون، يصحى الصبحيه ياخد عربيته ويروح شغله ويمارس حياته بشكل طبيعي. ولكن دايما باكد عليهم ظبط سكرك، روح لدكتور السكر بتاعك. دي نصايح بقى لمريض السكر نفسه. طبعا. طبعا طبعا. هو المشكله لسه الوعي هنا مش ما اكتملش. الناس لسه فاكره ان هم يبطلوا اكل وياخدوا العلاج من غير ما يحللوا سكر. طبعا. السكر طبعا محتاج يتحلل يوميا طبعا او كل يومين عشان نضمن ان مستوى السكر ثابت. مع المتابعة الدورية لدكتور الرمد أو العيون ودكتور السكر بتاع المريض، نعرف نحافظ على صحة المريض إلى الأبد. هتبقى زيارة سنوية يعني، الموضوع زيارة مش سنوية. محتاج يعني زيارة سنوية لطبيب العيون تغنيك بقى عن المشاكل كلها، تغنيك عن كل المشاكل اللي احنا اتكلمنا عليها دي. نورتنا دكتور ريحان، تكلمتنا النهاردة عن الحقن الدوائي، طفرة مهمة جدا، والأبحاث كمان اللي هتتم إن شاء الله في الفترة اللي جاية. دكتور عمر قال في إن شاء الله يكون في نتائج هائلة من خلال الحقن الدوائي لعلاج أمراض الشبكية الناتجة عن تأثير مرض السكر على العين. كان منورنا النهاردة دكتور عمر برادة، دكتوراه طب وجراحة العيون جامعة القاهرة القصر العيني.
زميل كلية الملكية للطب وجراحة العيون بلندن، زميل البورد الأوروبي للطب وجراحة العين باريس، زميل معهد الجراحات الدقيقة للعين ببرشلونة. نورتنا دكتور. نورتنا وما تأخرش علينا دكتور. مسي دكتور أحمد، شكرا لك، شكرا لزوقك. مشاهدينا بكده بتكون انتهت فقرتنا، انتظرونا فقرات مميزة من برنامجكم طبيب الحياة. إلى أن نلقاكم، دمتم في رعاية الله.